تخيل بكره الفتح يفوز على الهلال والنصر يفوز على ابها ونرجع لنفس القصه او العكس. ما اتوقع، اتوقع الاقرب للمباراه بكره الهلال، وكذلك النصر راح يفوز على ابها، هذا متوقعي طبعا لان النصر لن يفرط في الفرصه الاخيره، كذلك الهلال جاي بعد الديربي ونشوه الديربي لن يفرط على ملعبه امام الفتح. شكرا لك محمد الشيخ، يعطيك العافيه. شكرا لك محمد الشيخ. ابو عبد الله مشكور. ابو بدر بس ملاحظه اخيره، يعني اليوم انا اقول النتائج مفتوحه على كل الاحتمالات، الهلال ممكن يطيح في مباراه ابها، لان لو احنا رجعنا مباراه الرائد التعاون الفتح الفتح مباراة الفتح عفوا خصوصا الفتح اصعب على الهلال من اي فريق ثاني من الفرق المؤخره. اثنين، الهلال في 6 مباريات الدور الاول تعادل مع فرق اليوم مهدده بالهبوط، تعادل مع الفيحاء وتعادل مع كيف يطيح الهلال من ابا خلي كمل كيف يطيح من كيف يطيح الهلال انتهى وقتي فريق انتهى وقتي كمل محمد وانت تقول عنده لعيب مميزين. لا اوكي كمل محمد. لا 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 اقول لك سيناريو مفتوح، لان انت الدور الاول 6 مباريات 4 منها مع فرق مهدده بالهبوط تعادل معاها، قلت لك مع الفيحاء ومع ضمك ومع الفتح ومع الحزم يعطيك العافيه، تعادل مع 4 مهدده اليوم. شكرا لك محمد.